مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن الآن عند محلة التل، حيث يتم في هذه الأثناء الاعتداء على مخفر الدرك فصيلة التل. طبعا هناك مئات وآلاف المتظاهرين في هذه الأثناء يتواجدون في هذه المحلة، في هذه الأثناء أيضا هناك مواجهات تدور ما بين الجيش اللبناني وما بين المتظاهرين في ساحة النور. المتظاهرين على ما يبدو فروا من ساحة النور واتجهوا إلى هنا إلى محلة التل حيث المخفر. ما عم نصور العالم. طبعا هنا مدخل مخفر التل. يحاول هؤلاء المتظاهرين اقتحام المخفر، يطلقون الحجارة. حتى هذه اللحظة لم يخرج عناصر الدرك ولم تأتي يعني وحدات مساعدة لهم. بعد سنحاول الابتعاد كي لا يظهر وجه أحد، لأن يعني يقومون برمي الحجارة باتجاهنا كلما اقتربنا. ليست المرة الأولى التي تحصل هذه المناوشات هنا بين الدرك، يعني بين المتظاهرين وهذا المخفر، هناك عدة مرات. الجيش اللبناني في هذه الأثناء غير متواجد في نقطة التل، ولكنه متواجد في ساحة النور حيث يقوم بتمشيط ساحة النور وإبعاد المتظاهرين. المتظاهرين خرجوا من ساحة النور وتوجهوا إلى هنا إلى محلة التل، والآن يقومون باقتحام مركز الدرك، مخفر الدرك. لا يوجد هناك أي ردة فعل حتى هذه اللحظة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي الدرك الموجودين داخل هذا المخفر، ولا حتى توجد حتى اللحظة أي تعزيزات من المؤسسة التابعين لها. ومن المستبعد أن يأتي عناصر من قوى الأمن الداخلي، من المرجح أن يأتي عناصر من الجيش اللبناني، لأن اليوم شهدنا يعني كان لافتا جدا غياب عناصر قوى الأمن الداخلي في المظاهرات التي حصلت. طبعا هناك الألعاب النارية يستعملونها المتظاهرين ويطلقونها باتجاه وفي مدخل المخفر. هناك عمليات كر وفر. هناك عمليات كر وفر في هذه الأثناء. هناك محاولات لردع المتظاهرين. أنا
السبب او شو هو خلص هذا يقول لك دراما إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ما زلنا معكم في هذا النقل المباشر من هنا من التل كما نشاهد وإياكم في هذه الصور المباشرة المتظاهرون يعني توجهوا من ساحة النور بعدما طبعا أبعدهم الجيش اللبناني عن الساحة. الساحة هي خالية في هذه الأثناء من المتظاهرين. المتظاهرون توجهوا إلى هنا إلى محلة التل التي تبعد أمتار عن ساحة النور ويقومون في هذه الأثناء بالاعتداء على مخفر الدرك. طبعا لا يوجد هناك أي ردة فعل من عناصر المخفر ولا توجد وحدات داعمة من قوى الأمن الداخلي لمخفر الدرك. الأجواء متوترة عموما في طرابلس وهو يعني ازداد عن الأجواء التي شهدتها المدينة يوم البارحة. هناك مناوشات على ما يبدو بين المتظاهرين وما بين الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يقوم بالاقتراب من ساحة النور باتجاه محلة التل لإبعاد المتظاهرين وتفريقهم طبعا بالأدوات المعروفة والتي هي طبعا الغاز المسيل للدموع وما شابه. الجيش اللبناني إذا في هذه الأثناء يتوجه من ساحة النور إلى محلة التل لتفريق المتظاهرين. يمكننا القول بأن المتظاهرين ابتعدوا عن مدخل المخفر على ما يبدو بأنهم يعني لن يعودوا إلى المخفر. الآن انتقلت المناوشات باتجاه الجيش اللبناني. طبعا المناوشات تحصل في هذه الأثناء عند نقطة إشارة البيج بايت عند الطريق المؤدية إلى التل. مشاهدينا الكرام يعني ما زلنا معكم في هذه التغطية المباشرة. توتر كبير تشهده مدينة طرابلس في هذه الأثناء وتحديدا محلة التل. التوتر كان بداية عند محيط السرايا انتقل ليكون
لتكون المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني في ساحة النور. الجيش اللبناني استطاع من إخلاء الساحة من المتظاهرين وإبعادهم. المتظاهرون توجهوا إلى ساحة التل حيث مخفر الدرك، قاموا بالاعتداء على مخفر الدرك وإطلاق الحجارة وإحراق مدخل المخفر، ولكن طبعا لم تصدر هناك أي ردة فعل من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي الموجودون في المخفر، ولم ترسل إليهم أي تعزيزات أمنية. ولكن على ما يبدو أن الجيش اللبناني يتوجه من ساحة النور إلى محلة التل في هذه الأثناء لتفرقة المتظاهرين. الجيش اللبناني يتقدم في هذه الأثناء. هي عادة يعني حسب كل الجولات التي نشهدها هنا في طرابلس تحصل المناوشات أمام سرايا طرابلس، ثم تنتقل إلى ساحة النور ومحيط ساحة النور. يتوجهون إلى مخفر الدرك هنا في محلة التل، وعادة ما تنتهي التظاهرة هنا وتنتهي المناوشات في هذه النقطة تحديدا. يعني كما اعتدنا من خلال التغطيات السابقة هذا هو السيناريو المتوقع، وعادة ما تنتهي هنا في هذه النقطة تكون المحطة الأخيرة من المواجهات ما بين القوى الأمنية وما بين المتظاهرين. خلاص والله خلاص بطلع صوتك، يلا ما بيطلع صوت صوتك حطه. طيب شو بدنا نحكي؟ طيب انه ما بعرف شو الوضع هذا يا زلمه، زباله على الاخر، لازم نضلنا هيك عم نعمل احسن. ها الشباب اللي جيبهم كمان روح، هسه جينا على الطريق. ابو جواد، اذا مشاهدينا الكرام نزلنا معكم في هذا النقل المباشر. الجيش اللبناني يعني يمكننا الجزم بأن ساحة النور وكل الطرقات المؤدية إليها تم تمشيطها من قبل الجيش اللبناني، وهي خالية من كل المتظاهرين، بالإضافة أيضا للسرايا ومحيط سرايا طرابلس. ثقل المتظاهرين موجود في هذه النقطة التي نتواجد بها الآن، وهي محلة التل بالقرب من مخفر التل التي تعرض للاعتداء من قبل المتظاهرين منذ قليل. الجيش اللبناني يقوم بالتقدم في هذه الأثناء وإبعاد المتظاهرين وتفريقهم. طبعا عادة ما تنتهي أي تظاهرة وأي مناوشات يعني حسب يعني كل التغطيات التي قمنا بها عبر صوت بيروت انترناشونال لكل الأحداث، السيناريو المتوقع هو أن تنتهي في هذا المكان. هناك كر وفر في صفوف المتظاهرين. الجيش اللبناني ما زال يتقدم خطوات تلو الخطوات، وطبعا هذا التكتيك نعرفه واعتدنا عليه. أعداد المتظاهرين يعني تتناقص شيئا فشيئا، طبعا الأعداد أكثر من ذلك بكثير كانت منذ ساعتين أو ثلاث ساعات، ولكن الأعداد بدأ على ما يبدو المتظاهرين بالتفرق.
الجيش اللبناني يتقدم خطواته لإنهاء هذه التظاهرة على ما يبدو. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي